تشهد بغداد ولا سيما أطرافها تعثرا واضحا في إنجاز المشاريع الخدمية الأساسية التي باتت مؤجلة أو معطلة بسبب ضعف الأداء الإداري في المحافظة. هذا الضعف أثر بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يواجهون نقصا مستمرا في البنية التحتية والخدمات التي يعتمدون عليها في حياتهم اليومية. النائب محمد الدليمي هو أول من فتح هذا الموضوع وأشار إلى المشكلات الخدمية والسياسية في مجلس المحافظة وأيده مواطنون. لاحظنا أن مجلس محافظة بغداد منذ انعقاد جلسته الأولى وحتى هذه اللحظة لم يصب بأي شيء إيجابي بالواقع العراقي. لا يوجد إشراف على المناطق وعلى خدمات المناطق، لا يوجد تقديم مشاريع حتى هذه اللحظة واقعية على أرض الواقع. دعنا من الاجتماعات ومن الحديث ومن التصاريح، واقعيا المناطق اليوم تحتاج إلى نهضة حقيقية. النهضة هذه لا تتم إلا بوصول أحد الوزراء أو رئيس وزراء إلى المنطقة. مجالس المحافظة أين دورها؟ مجلس محافظة بغداد، أي إحنا لو نريد نرجع للأصل هي تكون حلقة زائدة بالنسبة للوضع السياسي بالعراق. إحنا كنا مكتفين بالمحافظ، هسه الآن جاء المفروض دور رقابي على المحافظة اللي هو مجلس المحافظة، لكن لم نشاهد هناك أي دور رقابي من وخاصة في محافظة بغداد. إلى جانب ضعف الأداء الإداري، زادت الخلافات السياسية المتكررة من تأثير هذه المشكلة ما جعل المحافظة غير قادرة على المضي في تنفيذ خطط التنمية بشكل فعال. هذا التنافر السياسي أضعف قدرة المحافظة على تلبية احتياجات المواطنين وأدى إلى تعطيل مشاريع تنموية مهمة كانت لتسهم في تحسين الواقع الخدمي في العاصمة، والنتيجة هي جمود واضح في البنية التحتية وتراجع مستوى الخدمات. مجلس محافظة بغداد أن تكون جهود استثنائية وجهود توافقية من أجل استعادة ثقة المواطن في تنفيذ برامج الخدمية في بغداد وضواحيها. طبعا من الضرورة أن تكون هنالك أن تتغلب هذه الكتل على الخلافات السياسية وتغليب مصلحة المواطن على هذه المواقف والأمور. إزاء هذا الواقع برزت دعوات نيابية تطالب بضرورة التدخل العاجل لمحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم ضمن محافظة بغداد والعمل على تحسين الأداء الإداري وتطوير القدرات القيادية فيها وإعادة تفعيل المشاريع الخدمية التي تعطلت، بما يحقق نهضة حقيقية للعاصمة ويسهم في تحسين جودة حياة سكانها. من بغداد، علي عبد الكريم، قناة الفلوجة.